اهلا وسهلا بيكم. اتمنى لاول مره بتشاهد قناتي ما ينساش تفعيل زر الجرس علشان يوصلوا كل جديد، واتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. اهم احداث الحلقه الاربعين، عارفه في ناس بتتكلم ان مفيش صور بتنزل عن الحلقه او مفيش مشاهد حيه، بس معلش علشان حقوق الطبع والنشر، وعلشان طبعا حتى ما كنا بنقدم حاجات بسيطة جدا حصل بسببها مشكلة كبيرة وحصل مخالفة. أتمنى منكم الدعم بكامل الأشكال، مش علشان مثلا إحنا وقعنا ما توقفوش جنبنا وتسندونا. الحلقة الأربعين من مسلسل هم أحداثها خفايا القلوب، بتبدأ الأحداث مع ميت بيقول لزوجته ميت أهلوات، بيقول لزوجته ميت إن أمه أهانتها جدا وإنها لا تستحق أبدا كده، وهو كان في حالة من الغضب الشديد والحزن وكان حزين جدا عليها، وبيقول إنها ما تستحقش أبدا الإهانة من أمه. وبدل ما تشكرها زوجته بتقول له ان ما حصلش حاجة، بيقول لها ان امي كان ميت اهلوات بيقول لزوجته ان امي كانت وقحة جدا معاكي وكان لازم علينا كلنا نشكرك ونقدر مجهودك بدل من هينك، كان لازم هي تشكرك بدل من اهانتك. قالت له ميت ان الطبيب قال انك ما ينفعش تغضب ابدا، وهو كان بينظر لها بمنتهى الحب، حب شديد، وكان بيبكي. تقول له ان عمتي اللي هي طبعا والدته ليها الحق طبعا في انها توبخني على قد ما تقدر وزي ما هي عاوزة، وبتقول له ان كانت خايفة عليك، وبتقول له طيب ما انا جدتي كانت دايما بتوبخني وكانت بتقول لي كلمات بتضايقني وبتغضبني وكانت بتغضب عليا دايما، كنت طبعا ما بزعلش ولا بسيب البيت، الكلام وقت الغضب ما ينفعش حد يأخذ بيه، وكنت بتعامل معاها ما كانش طبعا لازم اغادر البيت. وبتقول له ان الكلام اللي بيبقى في وقت الغضب لا ينبغي ابدا ان يؤخذ على القلب، انا عنيدة شوية لما الامر بيتعلق بالعلاقات وانا ما بقطعش علاقاتي بسهولة مع عيلتي. وبيقول ليها ابو ميت او والد ميت ان طريقتها في اللبس وشخصيتها الخارجية يعني بتمثلها، لكن قلبها وطريقتها في التعامل والتفكير مختلفة، وانها ما تحاولش تغير ابدا من نفسها لانهم حبوها بالاشياء دي وهم بيحبوها كده، ولازم هي تفضل زي ما هي ما تغيرش ابدا من روحها. يقول لها والد ميت او حماها انا عايزك حبيبتي تكوني زي ما انتي وما تغيريش نفسك ابدا، تكوني دايما على طبيعتك. الممرضة بتيجي وبتقول ان لازم يكون في شخص مع ميت اهلوات في كل الاوقات علشان حالته، ومين اللي هيقعد معاه علشان هي تتمكن من شرح الادوية اللي يجب اعطائها له. بيقول والده دي مراته، مرات ابني، وهي تسمعك كويس، اشرحي ليها الدواء. ووالدته بتقول انا امه هاخده للمنزل وانتهى الامر. وبتشرح الممرضة لزوجته بتقول لا يمكن ان تفوتي اي شيء من الادوية او تغيري ميعاده. وبتقول لها على التمارين، وبتقول لها اللي هي ذكرتها بيها، قالت رجيني لا اتذكر نصفهم، ساذهب واسألها مرة تانية. قالت لها ميت زوجة ميت اهلوات انا اعلم كل التعليمات وسجلتها. رجيني بتقول لها رائع جدا. جه المشهد على كونال بيقول يجب ان هو ومانوشي بتقول له لازم اتمرن مع شريك الحياة، هما بيتمرنوا سويا. وبتعرض عليه الفطار بيوافق، بيذهب ميت في مشهد اخر لمنزله مع العائلة. وامه بتقول ميت ارسلتي الممرضة مرة تانية من هنا، انك جعلتيها تذهب، ليه طردتيها؟ انظري ارجوكي لا تقولي انك ستعتني به، انه يحتاج شخص يبقى معاه 24 ساعة في اليوم وانت مش ممكن تعتني به. بتقول لها عمتي انني كنت محترفة، كنت بعتني
بجدتي. العربية دي وكل اللي كان عليها والضمادات دي كانت في المستشفى، وما تخافيش هيحس بتحسن، وسواء حرسته الممرضة أو زوجته أو سلسلة الزفاف كنت هعتني، طبعا أنا هعتني بيه، وكنت بعتني بجدتي، هعتني بيه تماما، وانت ما تقلقيش. واتكلمت مع الممرضة وقالت لي كل اللي ممكن أعمله. على كل حال مش ممكن يعتني بيه شخص خارجي، لازم شخص من عائلته، وأنا أقرب الناس له. بتقول أمه انتبهي لكلامك، ابني هو روحي، وانت ألم أنا بتألم أضعاف ما هو بيتألم. بتقول لها ميت ما تقلقيش، قالت لها سأعتني بيه جيدا. ميت لمس ميت زوجته بحب شديد وبينظر ليها بحب شديد. في مشهد تاني كونيل بيحاول انه يدور على المجوهرات الخاصة بمنوش، ومنوش بتيجي فجأة وتقول له انا مش مصدقة بعد طبعا ما شافته، وبتقول له في الواقع ان حصل الكتير من السرقات في المكان او الشهبار، لهذا السبب كنت بحتفظ في المجوهرات في مكان آمن. بتقول له انت فكرت انك هتقدر تسرق المجوهرات من منزلي، يجب ان تفكر في انني ذكية جدا. وبتعمل بقى انها بتهزر وبتقول له انا اخذت الكثير من الصناديق وجعلتها كلها في امان، ومفيش اي حد يتمكن حتى لو زعيم اللصوص من سرقتها. وبتقول له ان الصندوق فارغ، وبتقعد تضحك، وبينصدم كونيل وبيتضايق جدا، وهي بتكون بتضحك بتقول له لهذا، بيقول لهذا اتيت للغرفه، بتقول له انزل غرفتي، امشي من غرفتي قبل ان يتم القبض عليك. بيغضب كونيل وبيقول لكنني كنت احمق بما يكفي. وطبعا هي عملت بتهزر وهو كان بيهزر، لكن هو متضايق جدا وملقاش المجوهرات، وبيقول انا كنت غبي وقعت في شركه. في مشهد تاني بيقول ميت لميت، ميت بتقول لزوجها ميت انها لازم تساعده، بتقول له انتظر لحظة، بتقول له لازم اساعدك، تخلى عن تكبره، وبيقول بيرفض، بتقول له خلاص افعل ما يحلو لك، سوف تحصل على وسام الشهامة، وفي هناك مية جنبك على جنبك الايمن، وبتقول له لم اطلب منك المغادرة، ولنا لو ما ساعدتكش سوف تنتفخ مثل البالون، سيبني اساعدك. وفضلت تقنعه وبتقول له انهض وهسندك للنهوض، وسندته فعلا، بيشعر بالخجل منها وبتغير له ملابسه، وبتبدا بينهم يعني لحظات رومانسيه كلها حب، وبتنزل للاسفل علشان تعمل له وجبه او الطعام الشوربه، ولكن في المطبخ بتلاقي حماتها بتوبخها وبتقول لها انت حولتي المطبخ لسوق خضار، وبتقول ليها انها هي بس اللي هتعمل الطعام لابنها. الطفل بيقول لها امي هي كانت بتصنع الطعام فقط لعمي. بتقول لها ام ميت لو حاولتي تعملي اي طعام اطلبيه مني انا. في مشهد تاني ذهبت شانتي لميت اهلوات ومعاها بيتزا، تلك الاثناء بتدخل زوجته ميت ومعاها شوربة الخضار ومعاها طبق الخضار، وبتقول لهم احنا مش في نزهة، الطبيب منعه من اكل هذه الاشياء، وابعدت شاني وجلست هي بتطعمه، وهو غضب لانه ما اكلش البيتزا ومش قادر ياكلها، وقالت لشاني ان هو اصبح مسؤوليتها. وبتقول له الطبيب نصحك بشوربة الخضار واطعمته الشوربة، وهو منزعج جدا، هدئته ميت، وبدأوا يتقربوا من بعضهم البعض، وبينزل ميت للاسفل ليجلس مع عائلته، ولكنه كاد يقع، بتسنده ميت زوجته وبيقع على يديها وبتجلسه، وامه بتجادلها وبتفضل تتجادل معاها، وبتقول لها انه بيشعر بالدوار، ولكن الجميع بدأوا يشعروا بان ميت بدأ يتقرب من ميت زوجته، وبدأ الموضوع يختلف ما بينهم تماما، وبدأ يبقى فيه علاقة تقرب وعطف وحب نحوهم. شكرا جدا لاستماعكم، اتمنى الاحداث تكون عجبتكم، شكرا جدا لاستماعكم. الحلقة كانت التلخيص كامل تماماً.